يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مدى صحة هذين البيتين من ناحية العقيدة؟ إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ صحيح، هذا صحيح، هذا اعتراف، اعتراف بفضل الله عليك، وأنك لو شكرت الله فالمنة لله في ذلك، هو الذي وفقك لهذا الشكر. نعم.